صباح الخير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم إلى هذه الحلقة من حوار اليوم مع الدكتور حسن حميدي الصحافي والباحث والصديق العزيز. شرفتنا حبيبي. الله يخليك، شرف لي، طول عمرك. بدك تسمح لي في صبيحة هذا النهار المبارك استعمل كلمة بركي شوية قاسي، في شيء بغيض وقبيح عم بيحصل على الساحة اللبنانية، تخطى الأطر السياسية وتخطى المناكفات والمناورات والمشاجرات حتى ليصل إلى العودة لاستخدام لغة التهديد ولغة التلويح بما كان يحصل في زمن لا أحد يريد العودة إليه. ما بدي سمي، وخلينا النار الأحد ندعي للمحبة أكثر وندعي للسلام وتهدئة الخواطر، بس كمان هذا ما بيعني نتخبى وراء أصبعنا ونقول أنه ما في إعادة سحب للوضع إلى قاع، ما هيك، إلى 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 قاع التردي والتهالك، ما هيك، يلي نحن كلنا سوا بدنا نطلع منه. شو سبب هذا الخطاب؟ هل قد بتحرز السياسي أنه ندمر ما تبقى من أخلاقيات وندمر ما تبقى من إمكانيات للتفاهم والتواصل بين اللبنانيين كرمالها؟ يعني مع كل الحق والسياسي بلبنان، البوليتيسيان بلبنان يعني وصلت لمرحلة من التردي، هي نتيجة التردي الحاصل بالنظام اللبناني القائم يلي قدره ومصيره أن يزداد بالتردي. يعني اليوم أفضل من الغد وغدا أفضل من بعد الغد، وهذا شيء بيؤلمني أن أقوله، لأنه النظام اللبناني نظام غلط، كله غلط. في قول أول اعتراف رسمي يحدث يعني تاريخيا في لبنان هو الاعتراف يلي مشكور عليه رئيس الجمهورية، قالوا بأعتقد ب 18 نيسان 2018 بجبيل بالمنتدى عن الحريات. صحيح. تماما. فعندما قال أنه للأسف لبنان نحن دولة ما فيها مساواة، لأنه طبيعة النظام لا توفر المساواة ما بين اللبنانيين، وأنه هذه المساواة ممكن أن تحدث بحالة واحدة، هو عندما يكون هنالك نظام علماني في لبنان. أنا من هذا الرأي 100%، لأنه وبحب أني دافع عن الفكرة المدنية العلمانية، لأن الفكرة المدنية لا يمكن أن تأخذ حجمها الفعلي إلا من خلال البنى العلمانية التي فيها التوازن الكامل ما بين الناس يعني، والمساواة الكاملة بين الناس. وبالنهاية ظواهر التجار بالدين وبالطوائف والمذاهب وصلت بلغت حدود القصوى من التدمير والتدمير الذاتي الممنهج غير المقبول لا عقليا ولا دينيا، ووصلت إلى حد أنه وحدها العلمانية يمكن أن تضع حد لعملية التدمير هذه. وبقول ضد نظرية اللي تقول، ومن منطلق علماني بحت، ضد النظرية التي تقول بفصل الدين عن الدولة. أنا أرفض هذه النظرية، لأنه عندما نتحدث عن فصل الدين عن الدولة فمعناه أن الدين يعتدي على السياسة وعلى الدولة، والحقيقة هي عكس ذلك، هي أن السياسة
وأهل السياسة يعتدون على الدين ويتاجرون بالدين وبالطوائف والمذاهب، وبالتالي الاعتداء يأتي من قبل السياسة ويتم الاستثمار بالشأن الديني لتكريس لانتزاع امتيازات خاصة ولتكريس الامتيازات التي تكون موجودة ومضاعفتها ومفاقمة هذه الامتيازات. يعني آن الأوان لأن نفكر بطريقة صحيحة وأن نضع حداً لهذه الظاهرة الخطيرة المدمرة لنا، ما هي لا تدمر أحد غيرنا، يعني يلي هي الاتجار بالطوائف والمذاهب، صار يجب أن نضع حد لذلك، وهذا اللي اسمه التفاهم الإسلامي المسيحي وخصوصا بين المرتدين للأزياء الدينية عند المسيحيين وعند المسلمين، تبين أنه فعلا فاقد للحد الأدنى من الجدية ومن الاحترام للبعد الديني، وهذا تؤكده يومياتنا، يعني يومياتنا تؤكد ذلك. وأنا عندي كتاب لحضرتك، أنت الأكاديمي والباحث والهذا، المسيحية في خطوطها الكبرى وتحدياتها الراهنة، للعالم اللاهوتي الكبير والفيلسوف والرمز الوطني والقومي الأب إلياس زحلاوي، يلي يعني وجه له تحية، الله يطول بعمره ويكثر من أمثاله نعم، نعتقد هذا. ونحن بلحظات حقيقة اليوم بحالة التوحش الفلتان بمشرقنا، يعني نحن بأمس الحاجة لأن نأتي إلى لحظة الحقيقة وأن نفكر جديا. وهذا الكتاب ممكن يصلح لأن يكون دليل عمل، أولا يفسر ما لم يفسر من قبل، وأقول بكل صراحة علما أنه ويعني مع يعني محبتي واعترافي له بأنه هو أستاذي الأب زحلاوي، عندي بعض الملاحظات على يعني لا أتفق معه بكل شيء، ورحابة صدره وكبر عقله بيجعل أنه يتقبل هذا الأمر بمحبة لأنه هو مسيحي قبل أن يكون أي شيء، وهي أعلى مرحلة يمكن أن يبلغها إنسان، هو أن يكون فعلا مسيحيا. مش على تذكرة، على تذكرة عندك مسيحيين أكثر ما فيها مع القلب، يعني مثل ما في مسلمين أكثر ما فيها مع القلب، بس لا مش هيك، هو جهد كبير لأن يصبح الإنسان مسيحي. أي شغلة يعني هذا، يعني بعتقد أنه لو يعني لو انتصرت المسيحية لكنا اليوم يعني لا كان في إسرائيل ولا كان في يعني عرفت كيف ومسكينة المسيحية التي تجلد منذ 2000 سنة. يعني عم تحكي فكرة المسيحية لو انتصرت، أو المسيحية بمعناها الزمني والسياسي أم بمعناها الروحي والعقائد؟ بمعناها العقائدي، عرفت كيف، بمعناها الإنساني، البنية الإنسان المسيحي، عرفت كيف؟ يعني مسكين السيد المسيح، ونحن خصوصا اولاد بلاد يمكن يكونوا اجداد اجداد اجدادنا كانوا في عداد تلامذة السيد المسيح، نحن امي محظوظة بالاساس، يعني محظوظة بان فريدة من نوعها انه عندها لاهوت قومي، هيدي ما في امي بالعالم عندها هذا اللاهوت، يعني وتحديدا هو لاهوت مسيحي محمدي، والمحمدي الذي لا علاقة له أبدا بما نراه أمامنا، يعني أيضا في حالة غربة يعني واعتداء على الدين الإسلامي بشكل مخيف، يعني مخيف كل أنواع الاتجار والكوميسيون والذي عمالة تحدث كمان. فنحن بأمس الحاجة لما بنكون عندنا هذا الإرث، يعني مسؤوليتنا تبقى أكبر من مسؤولية غيرنا، وحظنا هو أكبر من حظ غيرنا، ولكن نحن يا سيدي أسوة بالعديد من شعوب العالم. شوف الكرة الأرضية إذا نطلع فيها بين المجرات السامعين فيها واللي ما لم تكتشف،
وبين المجرة الشمسية اللي بعدنا ما لم تكتشف عمليا إلا القليل من كواكبها، يتبين لنا أنه كوكب الأرض يمكن يكون كين هو الفردوس اللي أراده رب العالمين. وانظر ماذا يفعل بني آدم بكوكب الأرض، يعني انظر هذه الدول المتوحشة ماذا تفعل بكوكب الأرض. نحن نفس الشيء بنفعل بهذه الجوهرة التي اسمها لبنان. عرفت كيف؟ لبنان فعلا جوهرة يعني بالأساس، ولكن نحن نتمادى بالانحطاط وبالسوء وبقلة التفكير، بحيث أنه شوف لوين هذه الجوهرة شو صرنا عاملين فيها. لذلك نحن أحوج ما نكون لخوض معركة الإصلاح الديني أولا، ولا يمكن أن يمر الإصلاح الديني إلا بظروف بيكون فيها العقل البشري قادر أن ينمو بشكل صحيح، لما بيكون في مساواة بين الناس يلي توفر ذلك الدولة العلمانية، ولا شيء غير الدولة العلمانية يعني يوفر ذلك. من هون أهمية أنه خوض معركة الدولة العلمانية آن الأوان، لأنه ما فينا أن نستمر بديمومة الانتحار الحاصلة. من هون بحب أنه أقول للكل أن يقرأوا هذا الكتاب يلي هو لحضرتك جبته. طول عمرك. ونادر أن يكون هنالك كتاب بهذا الموضوع قد كتب بهذه الأمانة والنزاهة العقلية والوجدانية لهذا الرجل، رجل الدين اللي يستحق أن يسمى رجل الدين. إن شاء الله يكون لي شرف اللقاء معه واستضافته. إن شاء الله هذا أنا بعتبره شرف. بإذن الله هو قريبا رح يجي على لبنان يمضي فترة، يعني عنده فترة بده يكتب فيها، وهذا حيكون الله راد. دكتور حميدي، كنت عم تحكي حضرتك استعملت مصطلح التوحش. كنا بفترة من الفترات نحلم بالتوحد، هيك الوحدة والتوحد. فجأة رجعنا قدام هالتوحش، هذا التوحش. خليني فوت على بيت القصيد أو بالشغلة الأساسية هلا اللي عم بيعاني منها اللبنانيين واللي هيك قفزت إلى الواجهة. أيها أهم، الوحدة الوطنية أم القمة السورية؟ أم القمة التنموية العربية اللي الاقتصادية بدها تودي إلى القمة العربية؟ أيها أهم، الوحدة الوطنية أم العلاقة مع سوريا؟ بدي أقول لك شغلي. أول شيء أنا عندي تحفظ لكون فقط منطقي مع حالي على مفهوم الوحدة الوطنية المتعارف عليها في لبنان، لأنه أعتبر أنه لا أي الوحدة الوطنية كلمة لغير مسمى، يعني اسم لغير مسمى، لأن الوحدة الوطنية لا تقوم خارج إطار الوحدة المعنوية. ما هي الوحدة المعنوية؟ الوحدة المعنوية هي شأن من ثلاثة أقانيم، كيف المبدأ ترينيتي ثلوث الأقدس، ما فيك تفصل الآب عن الابن عن الروح القدس، ما فيك تفصل، هذا شأن واحد. عرفت كيف؟ بثلاث أقانيم. الوحدة المعنوية هي شأن واحد بثلاث أقانيم، ما فيك تفصلهم عن بعضه، يلي هي وحدة الدولة أرضا وشعبا وبالتالي مؤسسات. طبعا خصوصا لبلد صغير جدا من لبنان يمثل ربع مساحة محافظة حمص، ربع مساحة محافظة حمص، هذيك 40,000 كيلومتر مربع، نحن 10,000 كيلومتر مربع مع شوية إضافات يعني. طبعا إذا وحدة الدولة ومؤسسات. اثنين، الاحترام الكامل القانوني عبر تطبيق القوانين يلي ممكن تطبيقها بأي بلد من بلدان العالم، يلي هي الحريات العامة والحقوق الفردية، يلي اذا يعني ليبرتي بوبليك ادرواز انديفيديوال، يلي من دونها ما في شيء. الماده 8 والماده 9 من الدستور تماما، احسن ما لا شك بذلك. هيدي من دونها ما في شيء اسمه ديمقراطيه، الحكي عن ديمقراطيه هراء من دون هيدا الموضوع. ثالثا، وهيدي مهمه كثير 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 كثير، هي السلم الاهلي، يلي بيقدر يفصل اقنوم من هات
ثلاثة عن الأقنومين الآخرين، يعني شو بدي أقول لك، بعطيه جائزة بعطيه جائزة المهاتما غاندي، لأن جائزة نوبل بقيش بثق فيها، لأنه ما بقي لص محتال مجرم بالعالم إلا بدءا من هودي الصهاينة، إلا ما أخذ قتيل قتلة، إلا ما أخذ جائزة نوبل. إيه طبعا الله يرحمه نوبل، مش هيك كان يعني الرجل حرام يعني. مصدر الدار ياسين مثلا قبل 50 سنة وقت أخذ جائزة نوبل، أخذ جائزة نوبل بعدين، بس لأنه وقع اتفاقية كامب ديفيد مع أنور السادات. إيه طبعا فشهدنا إنه يعني الوحدة الوطنية بدها وحدة معنوية، طالما هيدي مش موجودة كله كذب الكلام عن الوحدة الوطنية. كيف يتجلى الكذب في موضوع الحريات العامة والحقوق الفردية من ناحية القانونية؟ يتجلى الكذب من خلال عدم التطبيق الحرفي للنص الدستوري، وطالما أن الدستور لا يطبق يعني أن الحياة العامة لا تستقيم، هيدي تحديد شرط الوضوح. نعم. طيب إذن المسألة الوحدة الوطنية لا أثق فيها. موضوع العلاقة مع سوريا لسوء الطالع صاير موضوع خلافي بين اللبنانيين، لأنه في قسم من اللبنانيين مصر بعبقرية مذهلة، يعني أنه يمارس السياسة من خارج الجغرافيا، عرفت كيف؟ يعني في تنكر لقاعدة اسمها قاعدة الجغرافيا السياسية، الجيو بوليتيك، الجغرافيا هي الأساس، السياسة بتجي هي ضمن الجغرافيا حاضنة السياسة وليس العكس. ما ممكن أنه ينعمل سياسي من خارج الجغرافيا. لذلك كل هذه الاعتبارات بتجعل أنه أعتبر أنه كل أنواع الخلافات بظل الانحراف الكبير الحاصل والناتج عن الانتهاك المتواصل والمستدام للدستور كله ممكن أن يحدث في لبنان، ولا أستغرب شيء على الإطلاق. في مشكلة نظام تريدون يا أيها اللبنانيون تريدون التمسك بهذا النظام القائم على عرف ينتهك الدستور ويغتصبه، إذن لا تتذمروا مما تعانون منه. يعني تريدون التخلص ممن تعانون منه، إذن ومما تعانون منه، إذن ما عليكم إلا بإعادة الدولة إلى الحياة الدستورية، وأن تكون الأمور بهدوء والإصلاح بهدوء، وأن نتمرس على شيء اسمه دولة القانون، لأنه نحن لسنا بدولة القانون، نحن بدولة الكتل الطائفية المتصارعة، واللي بهذا النظام اللعين الساقط المنحط القائم العبد الفقير له موقف مبدئي لن يتزحزح عنه، وهو أنه هذا النظام يعتبرني كما يعتبر الروم الأرثوذكس، كما يعتبر الروم الكاثوليك، وكما يعتبر الأرمن والعلويين والأشوريين والكلدان والسريان مواطنين درجة واطي، نحن يضربنا نظام الأبرتايد القائم. لذلك أنا موقفي بهذا موقف في ديستانس، يعني في فاصل، يعني ما يعتبر انه مادي اساسيه في الخلاف اللبناني الداخلي انا ارفض ان اعطي رايي فيه، لانه اعطي رايي بالنظام من الاساس، هذا انا بعتبره من المشاكل الظاهره على مستوى المصب وليس على مستوى راس النبع. يعني انا فال مش انا مو، واي عمليه اصلاح اي عملية لازم تبدا أنامون مش أنافال، على مستوى النبع مش على مستوى المصب. هذا أنا موقفي، موقف الإنسان اللي يضرب الأبرتايد القائم بلبنان واللي لا أستطيع أن أتحمله، لأنه بدوائر النفوس مكتوب عني أني درزي مواطن درجة خامسة فورا. أنا لا أقبل بهذه الدونية إطلاقا. آن الأوان لأن يكون الإنسان اللبناني متساوي بالحقوق. ما في، آن الأوان.
يعني هيدي موضوع لا أقبل النقاش فيه، لو إلا أكون أقبل بالعبودية المقنعة، وهذا العبودية المقنعة لا حضرتك تقبل فيها ولا العبد الفقير نقبل فيها، وفي كتار من اللبنانيين لا يقبلون بهذه العبودية المقنعة. ونحن يلي نحمي الدين، ونحن اللي ندافع عن الدين ونمنع الاستغلال والاتجار بالشأن الديني. أنا أعتبر أنه لا مدنية حيث لا دين. أنا بصلى بالزمان كنت طالب صغير بالمدرسة بمعهد الرسل بجوني، كان يعلمنا عربي بفترة معينة، وهذا الله يبارك فيه، ويعلمنا الأنشطة الوطنية، وهذا الدكتور فرام بعلبكي، ويومها كان يرتدي الزي. أذكر محاضرة بعد عالقة بذهني، عنوانها لا مدنية حيث لا دين. أنا مقتنع لأنه مؤمن، ولأنني متدين ومؤمن علماني من رأسي حتى أخبص قدمي وأدافع عن الدين، وهي قضيتي بعتبر بالحياة أن أدافع عن الدين لا أن أشارك بتشويه الموضوع الديني. دكتور حميدي، عم نلاحظ أيضا في سياق هذا التدحرج السلبي والتدهور المريع في علاقة المكونات اللبنانية ببعضها، ما بحب استعمل كلمة طوائف هلا مع انه كلمة طوائف موجودة وهي الواقع، بس خلينا نقول مكونات تنرفع شوي صغيرة مستوى منسوب الأمل. ما هي امبارح كمان مع الاحترام والمحبة، بس انه بنحكيها بصدق وشجاعة من دون ما نتخبى وراء اصبعنا، السنة مع القمة العربية مع القمة التنموية بهذا، والشيعة ضد المجلس السلمي الشرعي العلوي، مجلس الشرعي الاسلامي العلوي، يعني بين السنه والشيعة ضد، عارفين؟ في تناقض كبير. صارت العمليه هلا، وانا اللي بتذكره وبدي حضرتك تتذكره، اهي انعملت الحرب اللبنانيه، جزء كبير منها هلكوا سما المسيحيين فيها، معلي انا بدي اقولها بكل محبه هون. غلطوا المسيحيين مش غلطوا، مع انه هذا كان في نفاق من غيرهم كان بفتره معينه. عملوا الميثاق الوطني، لبنان زواج عربي يا سيدي، مزبوط؟ طيب لبنان زواج عربي، تحملوها لل 75، بلشت الحرب، هو وصل اتفاق الطائف، تنقل هالزواج عربي للبنان عربي، الهوية والانتماء، عظيم، بتجنن، ما هيك؟ في أحسن منها؟ لبنان عربي الوجه والانتماء، العربي الهوية والانتماء. هلا نص اللبنانيين مش المسيحيين. هالمعركة اللي خاضوها وحملوا المسيحية فيها تهمة التنكر للعروبة، ولولا المسيحيين ما في عروبة. صحيح. ولولا مالي أنا عبولة صحيح الكلام، ما حدا يقول لي أنا شوفيني وعنصري وما بعرف شو، لا لا لا، عم نرجع للتاريخ، لولا المسيحية في لبنان والشرق لم يكن هناك لا عربية ولا من يستعربون ولا من يتعربون. صح. وأنت عندك موقف بالأعراب أشد نفاقا، بل أشد كفرا ونفاقا كما يقول الله. طيب. في كتابه. هلا صرنا آخر شيء في قسم من اللبنانيين اللي هلكوا المسيحيين بهيدي النظرية وبالتخوين، وهذا صاروا هن ضد العروبة وضد هيدا، انه هذه لا نحن ما بنقبل فيها. بس معلي خليني انا صح. تكون بستنير منك وبستزيد منك، العفو العفو، اشرح لي كيف ممكن هيدي الشغلة تقنع اللبنانيين هلا انه هيدي لها علاقة بالعروبة مثلا. العروبة يعني شو بدي خبرك عن مسكيني العروبة، يعني ما مسكيني العروبة، العروبة تبع رجال النهضة. صحيح. هذه هي العروبة الفعلية، هي العروبة الحضارية اللي عايز يجيبوا البستاني طبعا والصروف وزيدان وكلهم سوا، وكثير وكثير وكثير. هذه العروبة النهضوية هي يلي خلت هذه الفكرة الراقية، خلت المعلم بطرس البستاني النهضوي الكبير يطلق شعاره الشهير العظيم يلي بعده يعني مثل ما بقول الور ديجور، يعني قيد هذا الدين لله والوطن للجميع. يعني وهيدي مثل ما بتعرف انه تاريخيا لما قامت الثورة السورية في وجه الاحتلال الفرنسي، صحيح، ثورة 25 27، سلطان باشا الأطرش شعار له وحط بنديرة، صحيح،
سلم قيادة الثورة بسوريا كلها، علما أنه هو من بيئة عدد قليل، يعني عدد الموحدين بس مش قليل، عدد قليل مش قليل. فالنهضويين، النهضويين موضوع العروبة، وإيه طبعا لأنه السهم الأساسي بهذا الموضوع هو لمنارات مسيحية كبرى، هذه هي الحقيقة. لأنه بدنا ما ننسى يا أخوان أنه يمكن أحيانا بننسى أنه المسيحية هي بنت هذه الأرض، وهي ملح هذه الأرض. بعدين السيد المسيح هو ملك الكل، لا هو ملك الكل أكيد طبعا. إيه طبعا، يعني ما في مزح بهذا الموضوع طبعا. كيف؟ وبعدين هو يعني جدنا لكلنا، يعني كلنا بالأخير ننتسب له يعني، ونعمل نسب يعني، مثل ما قلنا أنه ممكن يكون في أحد أسلاف أسلاف أسلافنا، من يدري يعني يكون أحد تلامذته للسيد المسيح. من هون المسؤولية الكبرى اللي تقع علينا. إذن موضوع اللي عم نحكي عنه، هالمزايدات والشو اسمه، إيه بالزمان طبعا هو بين مزدوجين، بتعرف أنه ما حدا أضر بشيء اسمه المسيحيين في لبنان بقدر ما هم أضروا بأنفسهم، هذا أول شغل. ونتيجة إقصاء المنارات العقلية فيهم، عرفت كيف؟ أمام ظاهرة الغوغاء في صفوفهم، عرفت كيف؟ وبيقول في قول للإمام علي حلو كتير، بيقول ما نالت الناس من جاهل ما ناله الجاهل من نفسه. وهذا هو وضع المسلمين بشكل فظيع. لذلك الإمام الشيخ محمد عبده وهو رجل نهضوي طبعا، عرفت طبعا. كيف؟ إيه؟ وأنا أدعو لما لكتابات بهالخصوص، كتابات المفكر الكبير 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 يلي غريب هالبلاد ما بدها تستفيد من هيك ناس، يلي هو الدكتور جورج قرم. أدعو إلى العودة إلى كتاباته بهذا الموضوع، يلي بتشوف أنه المنارات الإسلامية الكبيرة المحترمة. الشيخ محمد عبده قال مصيبة الإسلام في المسلمين، يعني ما حتى لي ما تروح بعيد، يعني هذا كلام شجاع جدا. ايه طبعا، عرفت كيف؟ ومصيبة المسيحية بالمسيحيين كمان، هذا هو الواقع. فيلي صار كانوا بإطار المزايدات انه يتهموا المسيحي انه هو تابع للغرب ومنفتح على اسرائيل، مضبوط تابع للغرب ومنفتح على اسرائيل، ولكن اللي تبين يا حبيب قلبي انه لا شيء حد قياس ما شاء الله الانفتاح والتبعية للغرب والعلاقة الاستراتيجية بإسرائيل بالوسط اللي يسمى وسط إسلامي، عرفت كيف؟ ما شاء الله طلعوا المسيحيين مثل أوفون دو كور بهالموضوع هذا، يعني ما مساكين، عرفت كيف؟ لأنه نحن أمامنا، يعني أمامنا جرودر ناتور لما بيجي شو بيسموه، قال مسمي حاله رئيس العلماء شو اسمه هذا الحخام القرضاوي، يقول لو عاد الرسول عليه الصلاة والسلام لتحالف مع الناتو، انتبهت كيف؟ يعني هودي اللي بيحكوا موضوع سوريا ايه طبعا، كان يدعو الى قصف وإبادة طبعا، عرفت كيف؟ فلا هيدي قصة انه ايه والله المسيحي هو شو اسمه، هيدا اكاذيب ما لها قيمة، عرفت كيف؟ في انسان بيرتكب الخيانة بحق بلده، مش دينه اللي عمله، ما له دخل دينه ولا طائفته إلى دخل بهذا الموضوع. هيدي قصة مسؤولية إنسانية، إذا بدنا نكون ناس محترمين نحترم إنسانيتنا أولا ونحترم بلادنا وتراب بلادنا، يعني يلي مروية بدم الشهداء يعني كلها. فلا ما فينا نقول إنه إيه والله هودي عملوا هالطائفة هيك طائفة خائنة وطائفة، لا هيدا ما في. في ناس تخون، عرفت كيف؟ وفي ناس بتدافع عن أوطانها، لا صار في ظلم وصار في كذب ونفاق باتهام المسيحيين بكل العمالة والخيانة للاستعمار والعلاقة بإسرائيل، لأنه تبين أنه ما شاء الله الكل ضالعين بهذا الأمر، ونحن نعيش
نعيش يعني نتائج هذه العلاقات السيئة. الخيانة العظمى ترتكب وليس لها هوية دينية يا صديقي، وليس لها هوية طائفية أو مذهبية. إذا ما حدا يخون حدا، وكفى التجار بالدين وبالطوائف والمذاهب، حدا يخون حدا. يعني في أفراد تيارات سياسية ترتكب خيانات، بس مش طوائف تخون. هذا لا، مش صحيح هذا الكلام. وأنه على ضوء بنعاقبه، لا، ما في، مش صحيح هذا الكلام. عرفت كيف؟ وبعدين التاريخ العربي لسوء الطالع يا سيدي، منذ 1500 سنة لليوم قائم على المظالم. وكما يقول، كما يقول المفكر الكبير الكبير، هذه المنارة الحضارية العظيمة والشاعر المبدع أدونيس الله يطول بعمره، إنه يا أخي بيقول ما في أسبوع واحد منذ 1400 سنة خالي من الحروب الأهلية. يا أخي ما معقول، يعني ما معقول، يعني شيء مضحك مبكي، شيء مضحك مبكي. يعني هيدي كثير حلوه بس كمان مبكي، مبكي كثير يعني مؤذي. فهذا هو الواقع. لما بيكون الانسان ماشي بدرب الانحطاط، والطائفية هي ذروة الانحطاط، والتمييز العنصري هو ذروة الانحطاط، والفساد، بده يتوقع كل شيء. بدك تتوقع يا سيدي كل شيء، ما في مجال. بدك تتوقع كل شيء. هون عمالي بيحكي، يمكن مش كتير مقبول هالكلام اليوم بالسوق السياسي اللبناني، عرفت كيف؟ ولكن اللي عمالي بيحكي، من يعاني من التمييز العنصري، من الأبرتايد، عرفت كيف؟ إيه؟ وبالتالي ما بعطي كريدي لحدا من اللي بيشتغلوا بالقبلانين باستمرار الأبرتايد، ما بعطي كريدي لحدا إطلاقا، لسبب أنه فقط ما بريد اعتدي على إرادة الآخرين، بس أنا بدي أحترم إنسانيتي، بدي أحترم حالي كإنسان حر. ما بقدر أعطي كريدي لأحد من اللاعبين بالسياسة اللبنانية. أنا قبل ما نأخذ بريك بحب ألفت لك نظرة، وأنت المثقف الكبير والحصيف، أقل الناس والحصيف، ألفت لك نظر حضرتك. وأنا بعرف أنه هيك أنواع من الكتب ما بفوتك أبدا. بس في كتاب قيم جدا جدا نزل، يعني ما صار له أكثر من شهرين، أكيد مترجم للعربي، وهو للباحث استراتيجي جيمس بار، اسمه خط في الرمال، بيحكي قصة عندي أكيد. أنا قلت من الأول قلت ما بيفوت، معلوم خطير جدا، نحن تلميذ، خطير جدا. وبيحكي بدون ما سمي، مش ما ينقال إنه هذا في فئوية، وفي في جزء منه أو في قسم منه فصل منه بيحكي عن لبنان، الصراع الفرنسي الإنجليزي، خصوصا بالاستقلال، وبيسمي الشخصيات يلي صحيح ما بدنا نسمي شخصيات مع الوقائع، مع الاجتماعات، مع الكلام يلي صار، لأنه كلها محاضر جايبها جيمس بار من وزارة الخارجية البريطانية، وزارة الخارجية الفرنسية، وكل تعرف كتاب جدا رهيب جدا، 600 صفحة بتعرف حضرتك، وقيم جدا جدا. بقى في ما منقول في فضايح، بركي السياسي بهذيك الأيام كانت إلا ظروفها معينة، بس في خلينا نسمي وقائع مذهلة جداً. وقائع مذهلة بتخلي الناس تعيد النظر بكل مواقفها، وهالبنيان السياسي والتاريخي للبنان الحديث. صحيح. للأسف بس هلأ شو صار، بس صحيح. حبيت أنا لأنه كمان مش نحن قلنا على التاريخ، تاريخ له علينا كمان. بلا شك. صحيح. بلا شك. وأكيد قريته أنت حضرتك. نعم. قيم نعم. جدا. نعم. لازم، وأنا أدعو صراحة على هالصعيد أنه يصير في له ريرايتنج ليتزبط الترجمة العربية. صحيح، في كتير أخطاء يعني لغوية ومطبعية. لازم. صحيح. لأنه قيم كتير ومرجع خطير جدا يعني. صحيح. ولازم، وفعلا مثل ما تفضلت حضرتك وقلت، يعني أدعو كل صبي وشاب، يعني جيل الشباب، أنه يقرأوا
لأنه بصراحة بيعدوش يقبضوا حدا على محمل الجن. عندنا مشكلة بالقراءة والمطالعة. بيعدوش يقرأوا، بيعدوش يقتنعوا بحدا. عرفت كيف؟ صحيح وأخطر كمان. دكتور حميد بتسمح لي بناخد بريك؟ العفو يا سيدي، نرجع نكمل مع حضرتك. حاضر، العفو. بريك، العفو. اهلا بكم في حوار اليوم، واهلا بالدكتور حسن حمادي الصحافي والباحث. انا بجدد شكري طول عمرك وجود حضرتك معنا واعطيتنا هالوقت النهار الاحد. عفوا، الي الشرف. ترتاح شوي، لكن الي الشرف وبستفيد من تفاعل العقلي مع حضرتك. خلي لي اياك يا رب، انا اللي بستفيد والناس اللي بيستفيدوا من محبتك ومعرفتك الاحترام الكبير يلي انت هالهالة الاحترام يلي بتتمتع فيها بالحقيقة من دون اي مجامل. شو كان يقول بطرس كرامي عن المير بشير شاعر؟ كانوا يقولوا له ليه انت ما بتحط بتقول دايما الامير وما بتسمي المير بشير بقصايدك؟ قالوا ليه ما بسمي؟ يقول له واذ قلت الامير يكفي سامعك السؤال. بقى وان قلت حسن حميدي اقل الناس. العفو، اقل الناس. اهلا وسهلا فيك دكتور حميدي. خلينا لانه هذا الموضوع ملح ومثل ما قلنا بشع، لكن خلينا نضوي عليه. امبارح كنا عم نسمع كلام كمان انه اذا القمه التنمويه انعقدت بوجود ليبيا، الوفد الليبي، يعني راح يصير اشياء بشعة كثير. هل هذا الكلام بعده يمكن يصرف بالقرن 21 وبلبنان تحديدا وبهذا الظرف تحديدا؟ اجوا الليبي بالقمة العربية بال 2002 وشاركوا عبد السلام التريكي تحديدا، ما بعرف، مع انه الفرق الزمني مش كثير بعيد، بس ما بعرف ليه ما كان في يوم متى هذا. خلينا نحكي بمحبة يعني، وبس كمان بوضوح، شيء ما حدا على التعبير اللبناني حدا ياكل راس الثاني بلبنان. ما حدا ياكل راس الثاني، حدا ياكل راس الثاني مفروض. ليش كان يوم متى كان في غازي كنعان يعني ورستم غزالي وكان في العيدة؟ ولا هلا الوضع انا حابب اسمع بالحقيقه. ما بدي لا ما بدي خليك يعني ما بدي انا عندي راي. لا انا بهمني رايك لانه في شيء اسمه تملك من الشجاعه ما يمكن الاتكال عليه في هذه المواضيع. طبعا انا بعتبر انه كان عار انه كان تستقبل الحكومه الليبيه، مش الشعب الليبي، شعب ما في اطيب منه الشعب الليبي. يا الله بتعرف نزلنا الاخوان الليبي يعني ولا الطف من هيك، وكرم النفس وطيبين والى اخره، وهذا نكبوا بنظام وشفنا هلا مش حال كل العرب شيء مرعب حال كل العرب. صحيح، بعتبر انه هذه وصمه عار بتاريخنا انه شاركوا بهذيك القمة هون شو اسمه. وبنفس الوقت أنا بعتبر إنه أيضا وصمة عار إذا بيشاركوا هالمرة هيدي. إحنا ما مفروض إذا نقبل أبدا إنه تكون ليبيا تيجي. صار في مظلومية، الإمام الصدر جرى تغييبه. أنا شو بدي باللي بيحكوا عن قضية الإمام الصدر؟ راح النظام هلا، راح القذافي وراح كل شيء. إيه راح. بدك تحمل وزر. ايه أنا أقول إنه بالسياسة هل يتحمل هذا النظام وزر ما ارتكبه القذافي؟ لا، بس مفروض إنه هذا النظام أولا لا نظام الموجود عظيم على رأس ليبيا، هي في عدة ليبيا موجودة. طيب أوكي، عرفت كيف؟ إيه، وما في حدا من هيدي قوى الأمر الواقع تعاون بموضوع انه يقدر يعطي افاده حول مصير الامام صدر ورفيقه. عرفت كيف؟ وهودي يلي يعني اضرب منا، يعني لا يؤتمنوا على بلدهم. عرفت كيف؟ اي خير يرجى منهم للبنان هن يلي يسهمون بتدمير بلدهم عبر التبعيه للخارج، مثل ما نحن نسهم ايضا بتدمير بلدنا عبر التبعيه للخارج. عرفت كيف؟ فهيدي لهالشخص يلي هو الإمام الصدر، يعني
الرجل المرتدي الزي الديني اللي كان يتقبل العلمانية، يعني الرجل رائع، إيه الإنسان محترم ورائع إيه ومحبوب، اللي تماما محبوب، محبوب. يعني لا الدولة اللبنانية دي تاريخ اليوم، عرفت كيف؟ أنا بعتبر إنه ما في جدية بموضوع قصة دكتور حمادي حبيب قلبي، أنا مش عم بقطعك. خلينا نقول مسؤولين هلأ في النظام الليبي أيا يكن اعترفوا وأقروا بهذه بما ارتكب بحق الإمام الصدر ورفيقاي، لكن عم بقولوا هذه المعطيات التي نملكها لا تخولنا ولا تؤهلنا ولا تعطينا القدرة على تحديد نهائية هذا الأمر والمسؤوليات فيه والمصير، مصير الإمام المغيب. راحت القصة مع القذافي وما من لف لف القذافي. أنا قصدي أنه دمه علينا وعلى أولادنا، يعني مثل وقت اليهود بين باراباس وبين المسيح عليه السلام يقول لهم بيلاطس يا خي هيدا بريء وهيدا مجرم، يقول له اسلبوه دمه علينا وعلى أولادنا. طيب أنه هلأ الليبيين نحن بدنا نقول لهم دمكم دمه عليكم وعلى اولادكم. انا بهال الصداح انا حابب بمعزل عن شيء ما لي خاصه طبعا لانه خاصني معنا اكيد، بس انه عم نستفهم اكيد اكيد. شوف بعض منهم اللي موجودين اليوم بليبيا اللي يشاركوا باستباحه ليبيا وخيرات ليبيا وثروات ليبيا، هن كانوا بعهد القذافي وكانوا عندهم نفوذ ايضا، يعني مش كلهم مجرد لقطاء هلق اللي عم مستلمين ليبيا، لا في منهم متورطين بكل أوساخ نظام السابق ويمارسون الوسخ لهم اليوم، لأنه يعني بدنا ما ننسى أنه هودي كانوا مستلمين بالشأن البترولي، يشتغلوا بموضوع البترول، وأول ما صار في حركة برنار أوري ليفي خلينا نسميها للتاريخ، لأنه صحيح حركة برنار أوري ليفي بي جرى توقيع على وثائق سرية وكشفوا عنها كشفها الفرنسيون، يعني طبعا مع الحكومة الفرنسية مع ساركوزي، بموجبها تأخذ فرنسا 30% من النفط الليبي صحيح إلى أبد الأبدين، ما في فترة زمنية محددة، نشوف نوعية أبحناها لكم إيه قديش خوني هودي هالمجموعات هاي. زائد على ذلك أعطوا الإنجليز أيضا 30%، يعني 60% مما يتبقى من حصة الدولة الليبية، 60% للإنجليز للهدى. غضبوا مين؟ الأمريكان، قالوا لهم تعوا أنتم شغلتكم تكونوا خزمتشية عندي أنا الأوروبيين، لعن أبوكم على أبو اللي خلفوكم، عرفت كيف؟ غيروا شو اسمه، جابوا شخص يحمل الجنسية الفرنسية من أصل لبناني، عرفت كيف؟ حطوه تيكون ينفذ الإرادة الأمريكية، حطوا تحت منه وحدة أمريكية قوية مقتدرة خطيرة جدا يلي اسمها ويليامز، ستيفاني ويليامز، يلي يبدو حسب ما سمعت نقلا عن مصادر ليبية أنه سوف يزاح وتصير هي، لأنه عمالي بيأدي وظيفته كما هو مطلوب منه بالتخريب، ورح تصير هي تستلم، يعني لأنه أصبحت نافذة جدا، هي أكثر منه صارت نافذة بالأوساط الليبية. نعم ستيفاني ويليامز. فلذلك كل ما يأتي من هونيك ما نعتبره مكسب. أولا هذه القمة ما لنا مكسب للبنان، هذه القمة ما فيها شيء مكسب للبنان على الإطلاق، ولبنان فرض عليه أن يكون الدولة المضيفة، طلب أن يكون الدولة المضيفة. طبعا هلق رئيس الجمهورية عنده مشكلة، يواجه مشكلة أنه رئيس مجلس نيابي عم بيقول لا يجوز هذه الجزء، رئيس حكومي بيقول بلا بديل، رئيس على راسنا شيء، ما كل ما واحد جاب السيرة بفوتوا بمزايدات وكلام بلا طعم. طيب مع الاحترام الكبير لدولة الرئيس بري، هو بيعرف شخصيا محبتنا واحترامنا له، بس ليه فاق هلا؟ انه ليش هلا؟ انه الحريري فاقوا هلا
عم بحكي الفريق معين مع كمان مع الاحترام الحريري بيرفض دعوة سوريا، بري بيرفض دعوة ليبيا، هيك واحد بيرفض دعوة هيدا بيرفض دعوة شيء، لازم المسيحيين يقولوا شيء واحد يرفض دعوته يعني ما هيك تكتمل يكتمل النقل بالزعرور هلا تمام انه مين في مين بقولك هلا في شيء طرف لازم يرفض المسيحيين دعوته مثلا مشان هيك لازم ضلنا المختلفين ما هيك والمتعارضين والمتنافر والمتخاصمين اثنيناتهم متقيين بشكل او باخر على رئيس الجمهوريه، واحد بيقول له اقعد جيبه لبشار، واحد بيقول له اقعد جيبه لليبيه. طيب كيف اين المفر واين الممر؟ الممر لا تبحث العدو من ورائك والبحر من امامك. شوف بالعكس هذا كله من افراز هذا النظام اللعين. طيب صدقني صدقني يعني عندك الاوتسايدر مثل العبد الفقير يلي شايف انه يعاني من التمييز العنصري. اذا سالته لنيلسون ماندلا نظام الفصل الطائفي انت بتسميه وهذا الكلمه الصحيحه نظام الفصل الطائفي تماما يا سيدي. اذا سالت نيلسون ماندلا او ناس مع نيلسون ماندلا بزمن نظام الابارتايد انه شو رايك فريدريك دوكلير معه حق اكثر، عرفت كيف، ولا هداك بيت هودي اثنين اللي كانوا هن مش سباك بعرف مين هودي العائله الثانيه اللي كانوا بيتر بوتا بيت بوتا عرفت أيوة. كيف ايه انه مين هو هدا ولا بيتر بوتا افضل؟ بقول لك شو اللي دخلي فلان وفلان لانه هيدي التركيبه معتبرتني مواطن درجه خامسه لانه صحيح. سجلات النفوس انه انا درزي منيح وانا هي مثل البلاطه على صدري عم تخيرني مين كيف افضل؟ لا انا رايي انا بعتبر انه هذا النظام لا تستغربوا ان يصدر عنه كل شيء، انا شخصيا لا استغرب، لذلك هذا هو موقفي، لا يمكن ان استغرب. معلش خلي يبلشوا الناس يسمعوا حقيقة المعاناة من نظام التمييز العنصري، خليهم يبلشوا يسمعوا علما أنه في تقصير كتير بالوسط الدرزي وبالوسط الأرثوذكسي وبالوسط الكاثوليكي وبالوسط الأرمني وبالوسط العلوي وبالوسط السرياني والأشوري والكلداني، عرفت كيف، بإثارة هذا الموضوع وما بيجوز عدم إثارة هذا الموضوع. عم بيطالبوا شخصيا ما بدي ارتكب اثم السكوت عن هذا الموضوع. معك حق ما قادر اتحمل التمييز العنصري ما قادر اتحمله، واعتبر ان نظام التمييز العنصري بظل يحدث كل ما نعتبره غير منطقي. هادي الجو السائرين فيه حاليا بتعتبر انه القمه لن تعقد؟ هذا الجو السلبي والمتداول. انا شخصيا انا قراءتك في كلام انه بده يتدرج الوضع باتجاه عدم انعقاد القمه. انا شخصيا بتوافق على استنتاج؟ انا شخصيا بفضل انه ما تعقد القمه، يعني بالنهايه بالنسبه لسوريا. طب يا اخي شو بدي يعني، ما في أعمل سياسي من خارج الجغرافيا، واحد اثنين في فعلا يعني وهون يعني توجه التحية لرئيس الجمهورية يلي كان عنده الجرأة الوقوف إلى يعني جانب سوريا هذه المحنة. يعني لولا سوريا كون متأكد انه طار لبنان، يعني طار. كنا نحن تحت الخلافي، نعم كنا نحن تحت الخلافي الإسلامية. يعني واحد لولا جانجستر يعني لولا جهود المقاومة وتضحياتها وجهود الجيش اللبناني وتضحياته، ما بعرف انا بصنف هول الاثنين جيش بدرجة أولى وأكيد بموازاته حده برفقته كمان المقاومة، بس ما بعرف سوريا لولا سوريا لا ما حزب الله ساعد سوريا للوقوف في وجه الهجمة. مزبوط أنا مزبوط مع أنا كمان أكيد مزبوط. الشعب السوري قدم تضحيات كبيرة. أنا بدي كفي وقدم تفضل بدي كفي أنه طبعا دور المقاومة
لأنه لولا بسميها كورتاج، هيدي لولا الكورتاج اللي انعملت لكل منطقة الكورون هيدي تبع الحدود اللبنانية السورية، إن كان من الميلة السورية أو من الميلة اللبنانية من قبل المقاومة، نحن كنا هلق يعني وفي هيدي المثلث الثلاثية المعادلة الثلاثية اوكي طيب هيدي كثير كويسة. لولاها طبعا لولا يا اخي الصمود السوري كمان صمود واضح ما هيك السوري فلذلك مصيرنا واحد. كاننا نحن اليوم تحت، كانت دمشق تحت حكم الخلافي ونحن تحت حكم الخلافي، يعني خلافة مين؟ هوني لصوص أونطاجية سراقين حرامية خونة عملاء للاستعمار عملاء للصهيونية، عرفت كيف؟ يعني يسموا لي حالهم خلفاء ومدري شو إلى آخره، كان نحن بنظام الخلافي، كانت نسائنا اليوم مدري شو مضطرة إنها حتى الزي بده يفرض عليها أشياء وكذا وإلى آخره. الملاحظ دكتور حبيب قلبي، الملاحظ، لماذا الصمت السوري في موضوع القمة وغير القمة؟ كمان خلينا نطرح هذا السؤال بمحبة. أنا بقول لك ليه. لماذا الصمت السوري؟ سوريا المدوية الآن مصر. بمعنى الذي يحصل في سوريا شيء مدوي، لكن مدوي بمعنى أنه تغيرت المعطيات كلها سوا. طيب ليش المسؤولين السوريين صامتين وتركين بعض اللبنانيين بركي عن قصد أو غير قصد، بركي ما حدا طالب منهم للبنانيين، اللبنانيين ملوك المزايد البعض منهم، يعني بيفوتوا بحفل التبييض الطناجر وحمل المقالي. نتذكر أيام عنجر، نتذكر أيام عنجر. صح صح صح، عم نقول بركي مش طالبين منهم، بس بذات الوقت في قنوات رسمية بين لبنان وسوريا، في سفارات يلي ما انه عجبه مثلا هيدا الشغل وعم بيتفلسف فيها، لا في سفاره وفي تمثيل دبلوماسي، في معاهده بعدها موجوده بين لبنان وموقعه من 1991 يلي بده يغيرها ينزل على مجلس النواب، وفي فتره من الفترات كان معهم الاكثريه اللي عم بينادي هلا انه لا لسوريا وعوده سوريا، خي الغيره الاتفاقيه كانت مجلس النواب، كان معك ثلاث ارباع ومعك الثلثين، عظيم. بس بذات الوقت لماذا الصمت السوري الذي يوحي وكأنه ها قد عدنا، ما هيك؟ ها قد عدنا، يعني مثل ما عمل أنري جورو وقت فات على دمشق من بعد ما يسالون ووقف على قبر صلاح الدين، ما هيك؟ شو قال له لصلاح الدين؟ ها قد عدنا يا صلاح الدين. هلا وكأنه في انطباع عند اللبنانيين، يا سيدي اللي بيحبوا السوريين بيحترمون، واللي ما بيحبون للسوريين ولا يستسيغون. انه سوريين هلا بوضع تاهب وترقب للانقضاض من اول وجديد. فيك تقنعني العكس؟ ما انه مش مطلوب من حضرتك تقنعني العكس، بس انا لاني بتكل على حصافتك وعلى رؤيتك المتوازنه للامور، فيك تقنعني انه ليش السوريين عندهم سبب وجيه للصمت هلا؟ تجاه ما يحصل في القمه، بدل ما يقولوا للبنانيين يا خيي نحن بنناقص مشكل معكم وما بدنا نساعدكم. عمرة ما تكون المشاركة ونحن بكرة بنلتقي نحن وياكم على دروب الخير بمرحلة جاي وبلا هالمشكل، ما بعرف شو السر. يعني لا بدي أطلب من السوريين أن يكونوا لبنانيين أكثر من اللبنانيين، ليش؟ هلق في شغلة أنه بالنسبة لأن نحن بدنا ندافع عن سوريا بالنسبة أكثر من السوريين أكيد ما هيك؟ إيه طيب واحدة بواحدة لقلك المسألة بتقديري مش هيك تطرح. المسألة أنه في فعلا في معركة مصيرية، لأنه مصيرنا عكف عفريت، عرفت كيف؟ ومصير سوريا يعني مدة سنوات كان عكف عفريت، ويعني السوريين ونحن جزء منا ناصر السوريين وقف حدهم، وجزء منا تآمر على السوريين بشكل مخيف، يعني عرفت كيف؟ فنحن مش مقصرين، مش مقصرين يعني. وكلنا بنعرف انه المقاومة تدخلت بعد ان كانوا هوديكي عم يتدخلوا صار لهم فترة، يعني عكس. ف
فما في انا اعتبر انه السوريين بدهم ينقضوا على وجهة نظر. البعض يرى هذا الامر والبعض اكيد يرى عكسه. انا بقترح على بعض اللي يرى هيك انه لا ما يشوفها بهذا الشكل. السوريين مجروحين من هذا السلوك اللبناني اللي ما بده علاقه معهم، مجروحين كثير منهم، وبقول لك انه اكثر من مجروحين، اكثر من مجروحين. تمام. اليوم بفتح الخط لنصيب وهذا هذا من البضاعة اللبنانية، مش السوري هو المستفيد، هو اللبناني المستفيد، لأنه نحن والسوري كمان سوريا بالنهاية معبر نصيب هو معبر أردني. مزبوط. معبر صحيح. أردني صحيح. سوري، مش معبر لبناني أردني أو لبناني سوري. صحيح بلا شك لبنان مستفيد، بس سوريا كمان المستفيد المباشر طبعاً. عند البضاعة بتروح على الخليج كمان سوريا. صح، ما هي مستفيدة. أنا عم بقول من البضاعة اللبنانية. عظيم. عم بياخدوا ترانزيت يلي عملوا. شو هي؟ ما في اعتبرها ضرورة حيوية هلق للاقتصاد السوري، لانه نحن شو صادراتنا يا اخي؟ معك يعني الله يهونك صدر تكنولوجيا. بعدين بدي اقول لك بس كمان المزارعين بده شو بيقولوا ملح الارض، بده يعيشوا المزارعين. ايه كنت هديك النهار ما نحن كلبنانيين عملنا شيء، مؤتمر وطني من اجل انقاذ الزراعه في لبنان. ليه؟ نحن كلبنانيين عملنا، مش وظيفة السوري عملنا هذا المؤتمر. طيب مين وزير الزراعة؟ مين وزير الزراعة بلبنان؟ شو بعمل لك؟ معلش انه كمان بده ياخذ مبادرة مع المحبة والاحترام. كله مقصر، كله مقصر. على كل هذا، لذلك بقول لك انه انا برجع دائما للامور من على النبع مش على المصب. النبع بيوصل لك هالشيء على المصب. نعم. طالما النبع لا يعالج، عرفت كيف؟ يعني انا اوتسايدر عن نظامكم يا ايها اللبنانيون. بدكم تستمروا بهالنظام، ما تتفاجئوا من شيء. صحيح. عرفت كيف؟ وتوقعوا الأسوأ. وتوقعوا الأسوأ وارى الأسوأ آتي، عرفت كيف؟ انا من ضحايا هذا النظام ولا اشارك فيه. وقادر اني اتوقع، بس انتم مش قادرين تتوقعوا لانه انتم متمسكين بهذا النظام. انتم مش قادرين تتوقعوا يا ايها اللبنانيين. ما بقول اخر سؤال، بس هذه نوع من قراءه مشتركه بيني وبين حضرتك. اللبناني بيتحمل مسؤوليه غير انه خليني اقول بيشارك في الانتخابات، بس هل اللبناني مسؤول عن تمترس الطوائف وعده وتخاذل المؤسسات والدولة اللبنانية كلهم؟ شو بده يعمل؟ نحن نزلوا على الشارع طبشون. نحن شو مطلوب استاذنا؟ انا بعرف انا بعرف انه انت عم تعمل محامي الشيطان، وهذا حق وضروري. ليش لا؟ لا، اللبناني قادر ان يغير وجه التاريخ. اللبناني قليل، اللبناني نحن قليلين يعني. لا يا عمالي نهين حالنا بهالشكل، نحن جدا اقوياء، نحن اهل النهضه يا اخي. كيف الحكي هذا؟ نحن طلعنا عباقره وجبابره وكذا، نحن برمنا المتوسط كله ايامات اللي كانت عبر التاريخ ما يطلعوش على بعد 100 متر من اليابسي. نحن برمنا، نحن عمرنا قرطاجة، عمرنا مرسيليا، عمرنا شو يعني. نحن منا وصل على شواطئ ريو دي جانيرو. ريو دي جانيرو وقائع يعني، وفي شواهد عليها، ما نمسكين حالنا. في كتابات كنعانيه بالشواطئ البرازيلية الشرقية، يعني من بهية لسلفادور لريو دي جانيرو لكل ما صار. نعتمد سياسي مسكيني تحت المسكين حالنا. لا، نحن مسؤولون عن كل الكوارث التي تحل بنا. وما نالت الناس من جاهل ما ناله الجاهل من نفسه. نحن بهمنا أن يحيا لبنان، لا نريد أن يموت لبنان. وهذا النظام هو الذي يقتل لبنان. هذا سوف يجهز على لبنان يا أيها اللبنانيون.
أنا بدي أشكرك دكتور حميدي، وبدي أرجع جدد شكري لك وشكري للحبيب الأب الياس الحلاوي هذا الكتاب القيم من خلاله من خلاله عم نحصل، وبدي جدد شكري للهدية القيمة طول عمرك والشريفة أقل ما يكون، جدد شكري لك مجددا، أهلا وسهلا فيك وإلى اللقاءات دائمة من الشجاعة والجرأة والمحبة والصراحة طول عمرك والوضوح والاستنارة. عفو طول عمرك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ولا ننسى ابدا بون ديماش بون ديماش احلى بون ديماش.